الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي اصطفانا للإيمان. الحمد لله الذي خصنا بالإسلام. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من أحب الطاعات إليه، في ساعة من أحب الساعات إليه، جمعنا لنذكره ونشكره ولنكون في ساعتنا هذه من أهل رحمته. نسأله تعالى أن نكون في ذلك كله من المخلصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فإن الله تعالى قد أكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأكرم أمة هذا النبي العظيم بكتاب الله تعالى الخالد النور الهادي إلى صراط الله تعالى المستقيم، بالكتاب الذي جعله حقائق وجعله بينات، بالكتاب الذي لا يضل ولا يزيغ من اهتدى بهديه، والكتاب بما جعل الله تعالى فيه من آيات النور هو مؤشرات ينبغي أن نقف عندها لنستخلص منها العبر ونستخلص منها المعاني التي ترتبط بزماننا، التي ترتبط بمشكلاتنا، التي ترتبط بواقعنا الذي نعيشه اليوم. وكلكم يعلم أننا اليوم لا نعيش أزمة وإنما نعيش كوارث كبرى. ليست الكوارث هي تلك الدماء التي تسفك فقط، وليست الكوارث هي تلك وذلك البنيان وذلك العمران وتلك المدن التي تهدم وتخرب، وإنما الكوارث على الحقيقة هو ما يراد منه أن يخترق عقل الإنسان، أن يخترق تفكيره، أن يشكك في إيمانه، أن يشكك في المعاني التي لا يمكن للإنسان أن ينجو أو أن يسعد في الدنيا أو في الآخرة إلا من خلالها. هذه هي الكارثة على الحقيقة. نقف اليوم ونحن على أعتاب ذكرى عظيمة، ونحن على أعتاب معجزة من المعجزات الكبرى التي اختص الله تعالى بها نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة وهذه الذكرى هي الإسراء والمعراج. ونحاول اليوم أن نستلهم من الإسراء والمعراج عبرا نريد اليوم أن نسقطها على واقعنا كي نفهم درسا من دروس الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج ذلك الحدث العجيب المعجز الذي جعل الله تعالى توقيته توقيتا دقيقا ليقدم من خلاله رسائل دعم معنوي ورسائل تمحيص في إيمان المؤمنين في وقت من أوقات الأزمات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة بسنة أو أكثر من ذلك، وبعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم أسيفاً، بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف مكلوماً مجروحاً، أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة المعجزة الكبرى ليرسل رسائل منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليثبت بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله الذي خلق الأكوان وخلق المجرات، إن الله الذي يدير ويدبر سبحانه وتعالى تلك العوالم الكبرى،
لن يعجزه سبحانه وتعالى أن يدبر شأنك، لن يعجزه أن يدبر العلاقة بينك وبين أولئك النفر الذين نسوا عبوديتهم لله وغفلوا عن حقيقة ما هم عليه من الضعف والفقر، وفعلوا بنبي الله تعالى ما فعلوا. ولكن أيها الأحبة، هذا المعنى العظيم الهام ليس هو ما سوف نتحدث عنه اليوم، وإنما سنتحدث عن معنى آخر مرتبط أيضاً بما يجري اليوم وما نعيشه من أحداث. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن هذا الأمر الفريد الذي ما سمعنا أنه تكرر مع غير نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ابتدأ الله تعالى حديثه عن الإسراء والمعراج بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده، لأن الله تعالى يعلم أنه في الزمن الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل هناك من يدعي أنه صاحب منهج علمي، هناك من يدعي أنه صاحب منهج عقلي فكري، سيأتي إلى هذا التسرع في السطحية العلمية، إلى هذا التسرع في السطحية الفكرية من أجل أن يشكك بثوابت جاء بها القرآن الكريم، من أجل أن يشكك بثوابت بني عليها إيمان المؤمنين. ولذلك قال الله تعالى لعباده: لن يكتمل إيمانكم، لن يصلح إيمانكم، لن تستطيعوا أن تقفوا أمام حقائق الإيمان إلا إذا انطلقتم من عنوان سبحان الذي أسرى بعبده. قدرة الله تعالى، علم الله تعالى، إحاطة الله تعالى لا تضيق عليها ولا تسجنها ولا تجعلها في أسر ما تظنه بعقلك وبعلمك وبقدرتك. إذا كان لقدرتك حد فليس لقدرة الله حد، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. إذا كان عقلك وعلمك يضعك أمام أبواب مسدودة، أمام أشياء تظن أنها من المستحيلات، فإن الإيمان وإن العقيدة وإن الفهم عن الله تعالى تقول لك هذه على الحقيقة ليست أمراً مستحيلاً، بل هي أمر ممكن ولكنه أمر خلاف العادة. وهناك فرق بين الأمر الذي هو مخالف لما اعتاده الناس، لما ألفه الناس، وبين المستحيل. المتسرع في الحكم العقلي، المتسرع فيما يظنه علم، عندما نحدثه في ذلك الزمن الغابر عن حادثة الإسراء والمعراج سيقول: هذا أمر مستحيل، هل يمكن لإنسان أن يقوم بهذه الرحلة الكونية العجيبة في أجزاء من الثانية؟ هل يمكن هذا مستحيل. اليوم يقول له العلم: هذا ليس مستحيلا، هذا ممكن، ولكنه أمر خارق للعادة، أمر ما اعتاده الناس في ذلك الزمان وذلك المكان. واليوم نقف أمام كثير من الأمور التي يأتي من يدعي العلم ويأتي من يدعي الفكر من أجل أن يشككنا بها من حقائق الإيمان. فإذا عندما حدثنا الله تعالى عن الإسراء والمعراج ابتدأ بهذه البداية العظيمة الملفتة: سبحان الذي أسرى بعبده. لا تظن أن الإسراء والمعراج أمراً من أمور البشر أو أمر إمكانيته وإمكانية حدوثه مرتبطة بالبشر، وإنما هو أمر رباني وقدرة الله تعالى لا حد لها. والذي ينبغي أن تفعله إذا كنت صاحب عقل، الذي ينبغي أن تقوم به إذا كنت على الحقيقة صاحب علم، هو أن تتأمل وأن تدرس
وأن تفسر كيف يمكن لهذه المعجزة على الحقيقة أن تكون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه أيها الأحبة، هذا هو الجزء الأول من الرحلة، رحلة الإسراء. والإسراء كما تعلمون هو رحلة أرضية معجزة. الإسراء هو الجزء الأرضي من هذه الرحلة، وهو الجزء الذي يمتد من البيت الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى. والحديث عن هذا طويل جدا، لن نخوض في تفاصيله. أما المعراج وهو الجزء الثاني من هذه الرحلة، فهو رحلة سماوية معجزة من بيت المقدس إلى السماوات السبع، ومنها إلى سدرة المنتهى، إلى حيث التقى سيد الكائنات سيدنا محمد بربه سبحانه وتعالى، في مكان لا دخله إنس ولا ملائكة ولا جان ولا أحد قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرحلة المعجزة أيها الأحبة هي اليوم وغدا من الفتن التي يفتتن الناس بها، من التمحيص الذي يمحص الله تعالى به إيمان المؤمنين. لماذا؟ لأن الإيمان شيء غالي جدا، لأن الإيمان شيء نفيس، لأن الإيمان لا ينبغي أن يبنى، الإيمان لا ينبغي أن يبنى على مجرد الأفكار ومجرد الأشياء السطحية، وإنما الإيمان يجب أن يبنى على العلم وعلى الحقائق وعلى التفكر، حتى يكون هذا الإيمان ثابتا لا يزعزعه شيء. وإذا لم يكن الإيمان ثابتا فهو حالة من حالات النفاق. إذا اهتز الإيمان عند كل حادثة فهو حالة من حالات النفاق. ولذلك أيها الأحبة، لما جاءت حادثة الإسراء والمعراج وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس في مكة وليقول للناس في مكة بما جرى، كان أول من أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة أم هانئ ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم هانئ، في هذه الليلة أسري بي إلى بيت المقدس، ثم عرج بي من بيت المقدس إلى السماء، وحدثها بما جرى. أم هانئ من السابقات في الإيمان، من اللواتي رسخ الإيمان في قلوبهم، ولكن أم هانئ خافت على إيمان المؤمنين. قالت: يا رسول الله، لا تخبر الناس، لا تخبر الناس بهذه الحادثة، لأن كثيرا منهم لن يصدقوا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر أن يخبر. أتدرون لماذا؟ لأن جزء هام من حادثة الإسراء والمعراج، مما يريده الله تعالى في هذه الحادثة، أن يمحص المؤمنين، أن يختبر من يدعي أنه مؤمن. والإيمان ليس ادعاء، وإنما الإيمان ثبات عند المواقف، الإيمان تصديق عندما يمتحن ويختبر إيمان المؤمن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بهذا الحدث العظيم، وإذ كما توقعت أم هانئ من الناس من فتنوا، من الناس من فتن وكذب وارتد عن الإيمان، وكان هذه الحادثة وهذا الموقف أول ردة في الإسلام. أول ردة في الإسلام هي ردة الفعل التي جرت عند ضعاف الإيمان عندما سمعوا بحادثة الإسراء والمعراج. المشركون فرحوا بهذا الأمر، لأنهم يرون أنه مما سيزعزع إيمان المؤمنين. حملوا هذا الخبر وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يكن أبو بكر صديقا قبل هذا الموقف، وقالوا له: يا أبا بكر، أعلمت ما يقول صاحبك؟ وكان أبو بكر ما يعلم بهذه الحادثة، ما بلغته بعد. أعلمت بما يقول صاحبك؟ قال: ماذا يقول؟ قالوا: يقول كذا كذا كذا. انظروا أيها الأحبة إلى العقل في حقيقته، إلى العلم في حقيقته، وليس
العلم الذي ليس إلا في هناك كثير من الناس اليوم يأخذون رسالة تأتيهم في وسائل الاتصال الواتساب وغيرها، يأخذون مقطعاً ربما يكون في اليوتيوب أو كلمات مكتوبة على صفحات التواصل الاجتماعي، يأخذونه ويبدأون الحديث على أن هذا هو العلم وهذا هي المعرفة وهذا الذي يجب أن نصدقه. ومتى كان العلم كلاماً لا نعرف من قاله؟ متى كان العلم كلاماً لا نتوثق من مصدره؟ متى كان العلم مجرد أحاديث وأساطير يتداولها الناس ولا نعرف على الحقيقة ما حقيقة مصداقيتها؟ انظروا إلى العلم أيها الأحبة، تعالوا نتعلم المنهج العلمي على حقيقته وليس من خلال ما يثار اليوم مما يظن أنه علم. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. هنا العلم، العلم هو مصدر هذه المعلومة. الآن يأتي عالم فيزيائي كبير، يأتي عالم فلكي كبير، يقيم مؤتمر ويخبرنا عن حدث من الأحداث، يخبرنا عن اكتشاف من الاكتشافات الكبرى. هل من المنطقي، هل من المعقول أن آتي أنا أو يأتي أحدكم مما لا علم له بهذه القضية ويقول له: أنت الآن دجال، أنت كاذب، هذا الكلام مو معقول، هذا الكلام ليس صحيح. طالما أن هذا الرجل هو عالم فيزياء متمكن مشهود له بالمعرفة، عندما يقول أمرا فتصديق هذا الإنسان تصديق فيه درجة من درجات الحتم، ليس يقين، ربما تكون نظرية ليست على الحقيقة كما يقول، لكن على كل حال هي درجة من درجات العلم. أما إذا قال النبي المصدق، إذا قال النبي الذي آمنت أنه رسول الله وآمنت أن ما يأتي به هو الحق، فإنني عندما يقول كلمة وعندما يخبرني بأمر من الغيب لا أملك إلا أن أقول له صدقت، لا أملك إلا أن أصدق. طيب، وهل ألغي عقلي بعد ذلك؟ قال: لا، العقل هنا سيعمل مرتين، العقل سيعمل مرتين. المرة الأولى عندما سيعيد العقل إلى ذاكرته ويسترجع أنني ما آمنت بأن محمداً رسول الله إلا بعد أن تفكرت وتأملت وتدبرت ووقفت أمام معطيات كثيرة جداً العقل ناقشها لأصل بعد ذلك إلى الإيمان بأن محمداً رسول الله. أولاً هنا عمل العقل لتثبيت وتأكيد أن محمداً رسول الله، ثم هذا النبي الذي آمنت به، ومعنى أنني آمنت به أنني جعلته حكماً على المعرفة، أنني جعلته مصدقاً في النقل عن الله عز وجل. عندما جاءني بحدث عجيب معجز كهذه المعجزة، هنا يجب العقل أن يعمل مرة ثانية ويبدأ التأمل والتفكر: كيف جرت هذه المعجزة؟ هل لها من تفسير علمي؟ هل يمكن أن تؤول أو أن يكون لها حالة من حالات المقاربة العلمية؟ إذن هنا يعمل العقل، وهنا سيجد العقل العجائب الغرائب التي تثبت ذلك. ما هو الإسراء والمعراج على الحقيقة أيها الأحبة؟ الإسراء والمعراج هو أن جسماً مادياً وهو جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الإسراء والمعراج إسراء روح ولا معراج روح، وليس الإسراء والمعراج رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في نومه. ولو كان الإسراء والمعراج رؤيا رآها النبي في نومه، أو كان الإسراء والمعراج حالة من حالات الانتقال الروحي، لما انتقد أحد على النبي صلى الله عليه وسلم: ما المشكلة، رؤيا رآها، حالة من حالات انتقال الروح، ما فيها مشكلة. لو أنها حالة روحية فقط أو أنها حالة من حالات رؤيا ما أحد انتقد على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده. التسبيح يدل أننا أمام أمر عظيم معجز. يقول الله تعالى بعبده، يعني بجسم هذا العبد وبروح هذا العبد،
لأننا لا نقول عن الروح فقط عبد الله، وإنما نقول عن الإنسان بكليته عبد الله عز وجل. إذن هي انتقال جسم مادي بهذه السرعة الكبيرة المدهشة عبر الزمان من مكان إلى مكان. طيب تعالوا نقف أمام صورة تشبهها كثيرا، ولكن قلما أو ربما ما جرى أن أحد قارن بين هذه الصورة وهذه الصورة. الصورة الثانية هي تلك التي جعلها الله تعالى حين حدثنا عن انتقال عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس عند سليمان. هذا جسم مادي أيضا مثله مثل جسم أي إنسان، انتقل من اليمن ليكون بين يدي سليمان. كيف انتقل؟ انظروا أيها الأحبة ماذا يقول الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب. إذن القضية علم، إذن القضية علم، إذن القضية حقيقة. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به، يعني آتيك يا سليمان بهذا العرش من تلك البلاد البعيدة بين بيت المقدس وبين اليمن، أكثر من 3000 كيلومتر أو قريب من ذلك. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا هو الإسراء، هذا هو الإسراء تماما. قبل أن يرتد طرفك سينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، وقبل أن يرتد إليك طرفك سينتقل عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، سليمان لما رأى هذا العرش جاء من ذلك المكان البعيد واستقر بين يدي سليمان، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الإيمان شكر والإيمان علم. اليوم أيها الأحبة يحدثنا العلم الحديث، وهذا ختام كلامنا، وهذا كما قلنا مقاربة من المقاربات في فهمنا لحالة الإسراء والمعراج. يحدثنا العلم الحديث عما لم يكن معروفا عند أولئك الذين ارتدوا وكفروا. لماذا؟ لأن حادثة الإسراء والمعراج جرت. وما حادثة المعراج؟ ما حادثة الإسراء أمام المعجزات الكونية الكبرى التي خلقها الله تعالى؟ يحدثنا اليوم العلم عن سرعة الصوت، وسرعة الصوت أيها الأحبة 343 متر في الثانية، أي 1224 كيلومتر في الساعة تقريبا، لأن سرعة الصوت تختلف باختلاف المادة التي يمشي فيها الصوت من حيث الكثافة وغير ذلك. ولكن يحدثنا العلم أيضا عن سرعة الضوء. أليس الضوء خلق من خلق الله؟ أليس سرعة الضوء قانون من قوانين الله؟ يحدثنا العلم عن سرعة الضوء وهي 300 كيلو متر في الثانية إلا قليلا. هذا يعني مثلا أن الشمس التي تبتعد عن كوكبنا 150 مليون كيلو متر، 150 مليون مليون أيها الأحبة، 150 مليون كيلو متر. كم يستغرق ضوء الشمس أول ما يخرج من الشمس ليصل إلى الأرض؟ كم يقطع الضوء مسافة 150 مليون كيلومتر؟ إنها 8 دقائق. خلال 8 دقائق يصل ضوء الشمس من 150 مليون كيلومتر إلى الأرض. إذن هناك أشياء كثيرة لا نعرفها، هناك أشياء كثيرة لا نعلمها. ومن فوائد الوحي ومن فوائد الإيمان أنه يقدم لنا التحريض العقلي، أنه يقدم لنا التحريض الفكري الذي نرتقي من خلاله بتفكيرنا وتعليمنا من أجل أن نفسر مثل هذه الحادثة، من أجل أن نزداد علماً وأن نزداد معرفة بعد ذلك. ولذلك مدح الله تعالى المؤمنين فقال: الذين يؤمنون بالغيب إذا جاءهم الخبر الصادق وعلموا بعقولهم أن هذا الخبر صادق من حيث النقل عن الوحي، أنه ثبت في القرآن الكريم أو ثبت في سنة النبي الصحيحة. هنا
سيقول المؤمن آمنا، وسيقول الكافر كفرنا، وسيقول المنافق نشكك في هذا. إذا جاءنا الخبر الصادق عن الوحي الصادق بطريق ثابت صحيح، العقل أدرك أنه طريق ثابت صحيح، سيقول المؤمن آمنا كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يبدأ بتفسير هذا الكلام، يبدأ بالبحث عن كيف جرى هذا الموضوع، وسيقول الكافر كفرنا، لا يمكن أن يكون ذلك، وسيقول المنافق نشكك بهذا الكلام. واليوم أيها الأحبة هناك الكثيرون الذين يشككون بثوابت الإيمان، منهم من يقول لا يوجد عذاب قبر، ومنهم من يقول لا يوجد نار، ومنهم من يقول أشياء عجيبة أيها الأحبة. هذه هي الفتن التي نعيشها اليوم، هذا هو البلاء الذي نعيشه اليوم. للأسف تستغل عقول الشباب، تستغل عقول الساذجين من الناس، يتلقون معلومة أو تأتي معلومة باليوتيوب أو بغيرها، يسمعها فيظن أنها علم. ولذلك هنا أعود وأقول العلم أكبر من ذلك. وكانوا يقولون قديما كلمة عظيمة جدا، قليل من العلم يؤدي إلى الإلحاد، قليل من العلم يؤدي إلى الإلحاد، والعلم على حقيقته يؤدي إلى رسوخ الإيمان. هذا ليس علم، هذا فقاعة من الفقاعات، هذا تزييف، هذا تزوير، كما هو تزييف وتزوير الذهب تماما. من الأحاديث المخيفة التي نراها اليوم تنطبق على زماننا الحديث الذي روي بروايات كثيرة، والرواية التي أذكرها اليوم هي رواية الإمام الطبراني، وأذكر رواية الإمام الطبراني خاصة لزيادة هامة في هذه الرواية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام الطبراني ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. الله أكبر، لماذا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا؟ لأنه يكذب بالحقائق الإيمانية، لأنه يشكك بالحقائق الإيمانية، لأنه يفتري على الله، لأنه يفتري على رسول الله، لأنه يخرج ببدع، يقول هذه الآيات لا أحب أن أعمل بها، هذه الآيات لا تناسب هذا الزمان، ثم يدعي أنه مؤمن، وربما يدعي أنه من علماء المسلمين وأنه شيخ، وربما غير ذلك. كيف هذه الآيات لا تعمل بها؟ كيف هذه الآيات لا تناسب زماننا؟ لماذا؟ لأن عقلك القاصر، لأن شبهتك، لأن فتنتك، لأن تزييفك للعلم هو الذي جعلك تشكك في صلاحية هذه الآية أو صلاحية هذا الفهم. إذن أيها الأحبة، حديث الإمام الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وزيادة الطبراني التي لأجلها اخترت هذه الرواية، يقول صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الذي لن يصيبه هذا؟ إلا من أحياه الله بالعلم. إذن ما الذي ينجيك؟ العلم، ولكن العلم ليست تلك المعلومة التي تتلقاها من الإنترنت، العلم ليست تلك المعلومة التي تأخذها من رسالة جاءتك عبر وسائل التواصل، العلم هو الاختصاص، العلم هو أهل الخبرة، العلم هو أهل المعرفة. وأنا هنا أولاً أعتذر للمختصين من أهل العلم على الإحصائيات والأرقام التي ذكرتها حول المواضيع العلمية، وأنا هنا ناقل ولست مقرراً لهذه الأخبار. إذن سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، نؤمن بقدرتك، نؤمن أن هذه القدرة لا يحدها شيء، أن هذه القدرة لا يعجزها شيء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الأحبة، هذه إطلالة على
حادثة وذكرى الإسراء والمعراج، ولنا إن شاء الله في الجمعة القادمة وقفة أخرى مع هذه الحادثة المعجزة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن صدقوا في إيمانهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رسخ الإيمان في قلوبهم. اللهم إنا نؤمن بك، اللهم ما عرفناك حق معرفتك، سبحانك 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 ما عرفناك حق معرفتك، وما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. استغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. نسأل الله تعالى أن نكون من المقبولين، وإني داع فأمنوا. يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد. الحمد لله الذي هدانا واصطفانا وجعلنا من عباده المؤمنين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، خلقتنا ونحن عبيدك يا رب، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك يا رب من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا يا الله، فاغفر لنا يا الله، فاغفر لنا يا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا يكون في كونك شيء إلا بأمرك، لا يكون في كونك شيء إلا بمشيئتك. نسألك يا رب أن تصرف عنا وعن بلادنا الفتن. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا من كل نعمة أنعمت بها علينا قرة عين، وأن تهدينا وأن تثبت قلبنا بالإيمان. اللهم إنا نسألك أن تصرف الفتن والبلايا عنا وعن بلادنا. اللهم أعد لبلادنا، لشامنا، أمنها وأمانها وخيرها وبرها. وصلِّ اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.